السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه يا حبايبي؟ وحشتوني خالص. النهاردة بقى معانا لعبة جديدة خالص يا حبايبي، جايبها لكم عشان نشوفها مع بعض. يلا بينا نلعب بيها سوا. بيه ده بنعمل بيه ايه؟ صح يا اصحابي، وده من الخلف اهو، شكله جميل خالص. في الشباك الكبير من ورا، ودي كل الشبابيك اللي فيه من الجنب. طبعا عارفين ان الاتوبيس دون من وسائل المواصلات اللي بتودينا وبتجيبنا الاماكن اللي احنا عايزينها، وهو كبير. ممكن يبقى مثلا اتوبيس مدرسة بيودي اصحابنا الحلوين المدرسة، بيروح كمان يقف عند البيت ويستنى اطفالنا الحلوين ويوصلهم للمدرسة او الحضانة، بيبقى الباص بتاع المدرسة. وممكن كمان يبقى باص رحلات نروح بيه الاماكن البعيده للفسح او الرحلات او كده، سافرين اسكندريه يصيفوا، رايحين الاهرامات، اي رحلات تبع المدرسه منظمه او لاي مكان. وطبعا هو من وسائل المواصلات الكبيره اللي برضو بتوصلنا لشغلنا، بتوصلنا الاماكن اللي احنا عايزين نروحها. شايفين معانا الاتوبيس حلو ازاي يا اصحابي؟ جميل خالص صح، لونه احمر وجميل. شايفين كمان العجلات بتاعته بتجري وحلوه ازاي، حلوه قوي صح يا اصحابي، جميل. الله حلو قوي، جميل يا اصحابي خالص صح، حلو خالص، جميل قوي. بيب 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 بيب. بعد بقى ما تعرفنا على الاتوبيس بتاعنا الجميل، هنشوف بقى نستخدمه في ايه دلوقتي. ايه رأيكم نستخدمه ان هو للرحلات؟ رايح دلوقتي بقى يجيب الاطفال من قدام البيت بتاعهم علشان يروحوا الرحلة بتاعتهم. نشوف بقى اصحابنا الحلوين اللي رايحين الرحلة. الله هم جايين اهم، والباص بقى مشي 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 كده وجي عند البيت بتاعهم، وهم كمان جايين اهم، عمالين بقى يشاوروا لاصحابهم. هاي ازيكم، عاملين ايه؟ وحشوني خالص. احنا طالعين رحله وهنطلع نتبسط فيها خالص يا اصحابي، ايه رايكم بقى؟ هبقى احكي لكم عملنا ايه في الرحله. يلا بينا يلا بينا. ده دلوقتي الاتوبيس بتاع البنات الحلوين. الله يلا بينا يا اصحابي عشان نطلع الاتوبيس دلوقتي. بقى هم بيقولوا لمامتهم ايه عند البيت؟ باي مامي باي. هي عماله تقول لهم خلي بالكم من نفسكم يا حبايبي يا حلوين. يلا بينا بقى عشان نركب الباص عشان ما نتاخرش عشان نبسط. يلا بينا، هيمشوا بقى كده 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 ويطلعوا بقى الباص بتاعنا الجميل. واحده تركب من هنا والتانية تركب هنا، وخلاص كده بقى يبقوا الحلوين ايه، يركبوا الباص بتاعهم الجميل وهيطلعوا بقى الرحله بتاعتهم الحلوه خالص. وكده بقى الباص بقى ايه، هيمشي ويروح بقى الاماكن الحلوه اللي هم عايزين يروحوها. يلا بقى بينا عشان يروحوا. يلا يا اصحابي، بيب 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 بيب. اتوبيسنا جميل خالص، مشغلين بقى الاغنيه الحلوه الجميله وعمالين يسقفوا مهيصين خالص، وهيروحوا بقى ايه الاماكن الحلوه اللي هم بيحلموا بيها. هيه الله، خلاص بقى كده هما وصلوا خلاص المكان اللي هما مستنيين يروحوه. ودلوقتي ايه بقى، اصحابنا نزلوا من الاتوبيس اهم، واحده نزلت والتانية نزلت من هنا، وخلاص بقى نزلوا. ويا ترى بقى هما رايحين فين؟ شكلهم كده رايحين الاهرامات يتفرجوا عليها. بعد ما نزلوا بقى خلاص، واصحابهم التانيين هما كمان هينزلوا، بس دول نزلوا الاول عشان يقولوا لكم ايه. الله يا اصحابي، يا ريت الفيديو يعجبكم خالص، والاتوبيس كمان، الاتوبيس جميل قوي، جميل خالص صح يا اصحابي، عجبكم؟ شايفين الاتوبيس الحلو ده جنب اصحابنا الحلوين وهم نزلوا منه؟ الله حلو خالص، ولونه الاحمر جميل خالص يا اصحابي.